من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على EFM أحلى غدوة. يا سامح على راديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا. سلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يسلكم صوت يا فهم. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من برنامج الدوامه بلوس مع كامل المجموعه والفريق. حلقه نهار الجمعه تكون اخف شويه، نرجع فيها على اهم فياتنا في الاسبوع، يعني من اخبار من معطيات وكل شيء نعاودوا نداولوه هوني مع المجموعه. نحكيو على نابولي مثلا والتتويج بعد 33 عام، نحكيو على الدربي نهار الاحد، نحكيو ايطاليا والهيبه اللي باش تعطيها لتونس ولا الفلوس اللي باش تعطيها لتونس ما الغايه منها، والاضاحي ستكون متوفره والاسوام في المتناول. كي نحكيو على العيد الكبير، هذا الكل اكثر مع المجموعه اللي باش نتعرفوا عليها توت سويت. البداية برجل المعارضة في هذه المجموعة السيد ماجد البرهومي، مرحبا. مرحبا بك محمد، ومرحبا للفريق الكل، الكاتب الكبير خالد علي واللاعب السابق لكرة القدم. ما يحبهاش، ما عادش يحب اللاعب السابق، ما عادش في فترة في فترة معرض الكتاب ما فماش لاعب سابق، ما فماش شيء نحيه. الكاتب الكبير، الكاتب الكبير، النجم العالمي، النجم الشاشات والإذاعات العربية السنغرية وما أدراك هكا، نجم الشاشة أكيد. أيوة أكيد. أي لا لا نجم ثبت في المصطلح، عندك شك أنت؟ لا 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 نجم كندعم، لا أكيد نجم ونجم النجوم زد، فهمتني؟ والردود الأفعال اللي قاعد نتلقى فيها في الإطار هذه دليل كبير على اللي نقول لك فيه، تو بعد نحكيه معناها على ردود الأفعال. هو مش مصدق، هو مش مصدق قلت لك تقول بيت لا رئيس خالك تحكي على واحد آخر تحكي عليه، طلعت أنت والله نهني في سحسن رئيس التحرير الأسبق واللاحق وفي كل الأوقات يبقى رئيس تحرير. أيوة. الأستاذ حسن بن عثمان، اللي عندي ملاحظة معناها بسيط، فضل تفرجت فيه منذ يومين في إحدى القنوات، معناها كان سعيدا جدا في جودة الحوار. أي لدرجة معناها استغربت، خاطر نشوف فيه هناك فيش متوتر وعصابه معناها تبدأ في القمة معناها. أيوة. لدرجة واني كان تذكر محمد قلت لك ما عادش تجبدله، على ما تجبدلوش على عبد اللطيف المكي يزيه راشد غنوشي فقط. أيوة. في البر، فحبيت نعرف ايه السر الحضور الجنس اللي قاعد بجنبه هو يطيح له طيح. ايوه هاو التحليل كيما قاعد بي انا مش يتوتر ويطلع للسقف تو بجنبه العربي سنجري وقبله خالد التويتي بينما في البرامج التلفزيونيه حيدا منا وحيدا منا رايز رايز. ايوه معقول هكا تقنعتني سي العربي توا ما تجاوبش، جواب معقول. الكرة دي مع القاعدة مت دفينتي يعني اليوم ندفع لي رحمه الله قلقسين يقولوا كان وكان رحمه الله ندفع عليك ندفع عليك خريب يقولوا الحنانة متاع البنات. اي خالد علي التويتي مرحبا. مرحبا بيك محمد، مرحبا بمستمعي فيم، مرحبا بالعراب حلو المريول خلي ايامك محمد. اسمعني محمد، غدا فما اخبار دلو ان شاء الله خير، باش يعملوا الاسوسياس نتاع النادي الافريقي بقيادة الدكتور ترابلسي. جميل جميل، راجل محمد بالله العظيم يستحق، خاطر لما قبل عمل برشا لمات النادي الافريقي باش يتمرن او المحايسي معاه. الحاجة اللي عجبتني في اللمة متاعه يا محمد شفافية والمضاف، حتى الفلوس اللي دخلت من برا وراني كيفاش دخلت للنادي الافريقي. تحية لي دكتور ترابلسي، تحية لي. حبوا يعطيوها رئيس جمعية النادي الافريقي برشا مرات، هو رفض. رئيس جمعية؟ رئيس جمعية. ايوه يستحقها. مش سوسيوس. لا رئيس جمعية، رئيس جمعية. أيوة. يستحقها. اما هو رفضها ليش؟ رفضها محمد، قال لي خالد هو يعدي في السبيطار في مستشفى برشا الحروق، في مستشفى الحروق ويعدي في برشا بلايص، قال لي ما نجمش نبوندوني العباد هذوم. والله تحيه، والله ما شاء الله وتحيه ليك، سبق الجانب الانساني. محسن ترابلسي من اعز وما انظف وما ابن ما فما في تونس. صح الدكتور محسن ترابلسي دكتور ممتاز جدا، سيد العربي سنغرية صوت الشعب. مرحبا. مرحبا بك سي محمد، ومرحبا بالاستاذ الغالي خلوده سي حسن اللي فقدناه المره اللي فاتت، اخر مره كي جيت ما لقيتوش. وين كان؟
ما تقولش ما نحبش نكتفي بهذا القدر. يا الحسنين تحياتي ليك. مرحبا بسيدي محمد ومرحبا بالوجوه الجميله اللي معانا واللي يعني لانه الفريق نتاع سيادتك الروعه فيها. ايوه فما ناس تلعب على الميدان وفما في ايضا عندنا خزين الله مصلي على النبي عنده تعزيزات الاسماء يعني. ايوه الاناث والذكوره تبارك الله نسلم عليهم جميعا جميعا بدون ما نقول نعدد فيهم نتطردني. برافو عليك. باهي وانا نحب نحيي يعني من الالوان سيح. الوان الساعه سي العربي سنجري الوان شنو هو ذوك نتاع المريو انا نعرف هذاك نتاع الفريق وهذا هذه النادي سفيرس فيها اغنيه هذه غريبه نو بحار. صحيح بحار الارجح بحار. برافو عليك لون تاع بحار. ما فماش الزرقيه. انا ما نحب نحيي خونا ماجد البرهومي على قدرته على المصروف اللغوي. ايوه تبارك الله يصرف تبارك الله على اخويا فهمتني. هو ماجد بهاء الدين وكذا. والبارح قريت التدوينه من بعد تو يفسر هنا وقلت ان شاء الله يحضر هو غدو. دعوتك مستجابه حسنين والله ان شاء الله. هذا علاش حيني. علاش لانه تخيلت يعني مشهد بينه وبين يعني خالد التواتي. اي يعني خالد علي التواتي احكي على حديث العنف في الحديقه. ايه قال لك هالافريقي هذنايا يحكي على الملعب الماتش نتاع الملعب التونسي والافريقي ويحكي عليه بغضب شديد شديد شديد. أيوة. ويلومه في ذلك النادي الافريقي ويجمح به القول الى درجه ان يقول نبطلها الكره هذه ونحلوها الفريق وصل غاديك حتى نرجعوا لها التدوير من بعد شوي نرجعوا حتى صح. اداره النادي الافريقي هبطت على وعندي كنت في معرض الكتاب كان حمل حدك علي توك لحظه في كلمه الطرقات هذه بالله بجاه ربي يعافينا من التعطلات في الطرقات وخاصه من الايه بالغاية. انت تبنى فيك من الطرقات حسن تبنى فيك خلينا ايه بالغاية وعافينا من الطرقات نعافيك من الطرقات. باهي كمل لي الحكايه بعد حوالي الكياسات مع اي من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدو. يا فهم على راديو مرحبا بكم جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم. يحضر بحذايا اليوم في المجموعة تحت إشراف وقيادة رئيس التحرير السيد حسن بن عثمان على الرواق الأيسر صوت المعارضة بامتياز ماجد البرهومي القناص ورأس الحرب في حلقة اليوم لازم يكون قناص وهو الكاتب الروائي خالد علي التواتي. هذا الكل في مواجهة صوت الشعب. السيد العربي السنغري اختار صوت الشعب والله صوت المواطن. المواطن خاطرنا ديما بجنب المواطن رغم انك رجل العمية العربي السنغري والله ما صار ورغم انك رئيس جمعية متاع كرة القدم. انا نحب صفة رؤساء الجمعيات عرفوا معناها بوفرة المال مش ما نقعدش مع الناس انا في قهوة نهار كل الناس ما فيهم شي يحكي. انا نحب سيدي محمد صوت الجمهور. صوت الجمهور الماه الجمهور نحن ما عندنا الجمهورية التونسية. ايوه سماها بورقيبة باهي بعد ما خرجنا من المملكة. أيوة. ولكن يعني الجمهور ما يحكمش يحكموا فيه نحن جمهورنا كان متحكم فيه. ومن بعد جاء بن علي وقعدنا في الجمهورية يسمها جمهورية ثانية. أيوة. فهمتني وقعدنا الجمهور نتاعنا متحكم فيه. والآن مع قيس سعيد يقول قيس سعيد فما تغيير صار مع البيجي قيد السبسي تعدينا الجمهورية الثالثة ثاني. لا بصراحه ما يصيرش نجم مع الدستور ثاني انما يعني لم يكن الجمهور هو صاحب الكلمه الفصل الا الان اصبح الجمهور وهذا معطى جديد ويغير المعطيات جميعها. يصبح الجمهور هو الذي ينتخب رئيسه حقيقه مش بالتزييف يعني بالصناديق وكذا صوته هو اللي راهو الجمهور اصبح حاس في كل شيء هنا على النخبه خصوصا على النخبة أنها تعيد مراجعة حساباتها خاطر راهو حكاية الصندوق والديمقراطية يلزم ثقافة تتناسب معهم لأنه اللي لاحظناه في الصناديق الآن في هذه الثورة أنه اللي يطلع بالصندوق اللي ما يطلعش بالصندوق يرفض الصندوق يولي يشكك فيه اللي كل ما طلعش بالصندوق هاو ولا يسبوا فيه معه سفر واحد الغنوشي قال لنا جرح الانتخابات تو هو اش معنى مدقدق متاع انتخابات يعني هو في أي حالة هو ما زاد يقول لك هوني التونسي اللي يسمع فينا اللي عنده شوية ذاكرة وشوية ذكي يقول لك برلمان 2019 زاد الصندوق جاب صندوق جاب ولكن صندوق. يعني صندوق مزيف ولعين ودخلت فيه ما أنا قلت لك عادي يا حبيبي أنه مجلس النواب هذاك كان يسمى احيانا مجلس الدواب دواب والدواب وتبيع ويشاو ونعرفوا اسوامهم تو هذا كلام هذا اي بس الصندوق جابه اي والصندوق سياحه حزبيه يا محمد الصندوق اي يا استاذ المره الاولى وتغش المره الثالثه ايوه الثانيه هم
يتعود عاد الجمهور وبدأ إذا كان يحافظ على صوته وتكون العملية أنت وبصراحة بصراحة باش نجن برشا ناس نحب نشكر ليزي على ما قالت على ما قامت به منذ المجلس التأسيسي لليوم. ماجد لبت الكلمة ليه تحكي محمد على الصندوق وجاب مجلس تأسيسي وجاب ما نعرفش كذا خي كلنا نعرفه أنه الصندوق معناها عملية الانتخابية صار فيها بيع وشراء ومال سياسي خارجي وقلنا مرارا وتكرارا تقرير وأنه المال السياسي الخارجي هو نوع من أنواع التزوير حسب المعايير الدولية للانتخابات. وما تفكرش فما حزب تسكر مثلا بسبب هذه ما تسكرش وخرج تقرير دارة المحاسبات ولا حياة لمن تونيت فلكم عايثين في الدولة فسادا دونك معناها انت يقول فما فساد وفما تدليس أي. من جهة رسمية شنو دارة المحاسبات الجهه الرسميه قريته تقرير محكمه المحاسبات قريته شوف الجهه الرسميه السهر عليه خذينا بيه عملنا بيه ما صار هذاك موضوع اخر عملنا بيه المهم المصداقيه نتاع الانتخابات هذه والقول بانه انتخابات حره ونزيهه سقطت في الماء حسب المعايير نعاود نرجع المعايير الدوليه للانتخابات الحره والنزيهه تو هذه يعني هاو فما حاجه هاو فما حاجه انا تو مع الشرفاء عنده عام نحن في سكرة عندنا قاعه نتاع الرياضه هذيك تلعبوا فيها الباسكت كل عام يجيبوا فرارش ويجيبوا غطاء وفي العيد يجيبوا بقر كبير يجيبوه وبعد يذبحوه ويفرقوه شكون هذا ونعرف عليهم انا الحزاب اي متملنا اي الحزاب الحق واو فرارش وقفف ومقرونه تو عندي عام واش لا ريت قفه ولا ريت كيلو مقرونه تخلصها لك وقف الدعم ما فماش جمله به هذه تسمع بها ونسمي لك في جمعيات راهو عندنا في سكره موجودين في البلديه جمعيه احنا هكا احنا دور من هلا ودور منا والله جمعيه طل عليا راهو جمعيه راهو اسامي تاع جمعيات ما تفهموش شو يعمل به يصير العربي سنجري تو ديباه ذي الكل تحل على انت صوت الشعب ولا صوت الجمهور قال لك احسن عجبك صوت الجمهور صوت المواطن ما عجبوش شفت اللي دخلنا فيه خليني سيدي محمد خاطرني معناها معرفتي مازالت يعني تتوسع قليلا ان شاء الله بسيدي خويا العربي وانا معجب بيه على فكره راه معجب بيه والله معجب بيه وسنقري وسنقري حقيقي غزل ولا تحرش جميل غزل ولا تحرش معجب يا اخي مذاب مذاب تحرش تحرش يغلبوا بدن بدن يرحم بوك طالع ايوه انا انسان مكذب كما نقولوا فيها سلعه جويده لكن ماضي لا ما شك لا شك ما شك ما شككناش في دخل يا خميس يا سيدي تعدي كمل لي والله خلينا ندخل واحده البارح سيدي محمد تفرجت في احد الفيديوهات هكا الستوريات واللي والله ما نعرفش كيفاش يتسمى تيك توك في التيك توك ويحكوا على عربي سناقرية قال لك عنده استراحة اي استراحة يعني مشوى قرر إقامة إقامة المعلم إقامة المعلم معلم المعلم وقال لك هذه إقامة العربي سناقرية وهي إقامة جميلة في طريق الكيف بحدة قريب كريب. كريب. كل زمان يعني هاو طلع لبس عليه هاو لينة أكثر البز. من تعتقد والله ما كنت نتصور كنت نتصور يعني مجرد مجرد مو لأنه نسمعته يتحير الفريق وذاك مستحيل هذيك وقتها نحن في المشوى اللي حكينا عليها متاع إيمان الشريف. إيمان الشريف هو قال هذية الاستراحة اللي متاع العربي سناقرية اللي حكيه عليها العربي سناقرية أيوة. هذيك مش متاعها لا يا أخوي خاتين خيبة المسح ما عادش معجب مش معجب معجب قل أعجب قل انا قلت فيها ودبرنا عنا صاحبنا عنده مجموعة مشاهي انا بيمشي طلبي انا انت تحكي وانا مبار مش باش نعملوا مشاهي للطريق الكي ما لفهمت بداية اعجابك بنبيل القروي على شنو كنت شنو هنا او تدخل حاجة في عالية توانسة على المقرونة يا ودي هنا اسمعني اذاك نبيل القروي في ذلك الوقت مع بن علي انا دخلت في وقت بن علي نبيل القروي ايوة وعن طريق كاستينج انا عمري يجي 55 عام ساعتها عن طريق الكاستينج عملت كاستينج كاستينج عملت اي نعم وتحبنا نقول لك شكون عمل الكاستينج شنو الكاستينج ساعه فسر الكاستينج قدام الكاميرا اضحك اي اعطوني معناها حصه باش ننشطها قدام الكاميرا وقدام الاشياء ايوه ومعايا وشكون عمل الكاستينج والله نصر الدين بن حديد كان موجود أيوة. وكانت موجوده هذه كريم السعيدي
واشياء واسماء اخرى يعني من هذا. ونبيل القروي موجود، ونبيل القروي ينتظر في النتيجه يعني باش يزغرت فهمتني هيك هو عاد جابوا لي موضوع انا مختص فيه اختصاصا شديدا باللوب بالاوراق، جابوا لي موضوع يعني وثائق ويكيليكس. ايوه وانا اخوك اللي اشعتها في البلاد تقريبا او ساهمت في اشاعه نسختها العربيه دبهبطت بديت نوزع يعني هذه بعد الثوره. قبل الثورة يا حبيب الله. ويكيليكس قبل الثورة؟ قبل الثورة يرحم والدين والديك 2010 تحديدا قلب الدنيا وفرق على الكون، ولكن الناس ما يتباش أيوة. ما تفهم حد أيوة. شيء وقتها ليه السياسة وقتها شكون يركز على ويكيليكس يعني معنى وثائق معنى برقيات السفير الأمريكي في تونس وقتها أيوة. يعني على الشخصية التونسية وعلى الحياة السياسية التونسية وعلى وزارة الداخلية وعلى صخر الماطري وعلى الأشياء هذه. ممتاز شكرا لك حسنين. ما تنسانيش من بعد بعد باش نحكيو على زيارتكم لمعرض الكتاب اليوم. مشيت حسنين وعندنا كتاب باش تحكي لنا على موضوع. انا والله نحب ما فهمني اعطيني العنوان وبعد تحكي عليه. العنوان نحكي على مهرجان التراث بيك بلاط خارق العاده. بعد شوي نحكيو عليه. تو نعملوا دوره مع ايه بالغايب في اخبار العالم وراجعين. عسلامة ومرحبا بكم كالعادة في برنامج الدوامة بلوس، نعملوا بكم جولة حول أهم الأخبار العالمية اللي صارت في الساعات الأخيرة. نبدأ بإيطاليا، وان طلب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو ليون فرنسا بتقديم اعتذار لإنهاء خلاف بعدما اعتبرت روما تصريحات فرنسا مهينة بشأن إدارة أزمة المهاجرين الذين يصلون بالقوارب. نمشي للسودان، وان أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة البارح إنه نحو 17000 طن من المساعدات الإنسانية أي ما يقارب بين 13 و14 مليون دولار تعرضت للنهب منذ اندلاع القتال في السودان. أما في لبنان، المجلس التأديبي للقضاة يعزل قاضية تحقق بقضايا فساد تحيط بمسؤولين كبار. نكملوا بسوريا، وإن أعلنت وزارة الثقافة السورية واتحاد الكتاب العرب اليوم عن رحيل الكاتب حيدر حيدر عن عمر يناهز 87 سنة تاركا سلسلة كبيرة من المؤلفات من بينها رواية وليمة لأعشاب البحر نشيد الموت التي أثارت الجدل في هذه السنوات الأخيرة. وهكا جولتنا في أهم الأخبار العالمية لليوم وفات، باش نخليكم تتبعوا أهم الأخبار الوطنية سياسة ثقافة رياضة كويز محمد الخميسي مع كامل الفريق وحلقة استثنائية لذكريات دربي العاصمة وحوارات خاصة للدوامة بلوس مع اللاعب السابق للنادي الإفريقي هادي البياري واللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي عبد القادر بالحسن. مشكورة آية بالغايب على الجولة هذه في أخبار العالم. وأيضا اليوم حضرت لنا دو فيتير ممتازين جدا، زوز حوارات استثنائية وخاصة بمناسبة الدربي العاصمة وتاريخ اليوم زادة ونحكيو عليهم بعد شوية. هب تحيل صديقنا حسني الدخلاوي مستمع يسمع فينا، سلم علينا حسني. نحن سعادة جدا بانضمامك إلى عائلة الدوامة الموسعة. نبدأ معك حسنين وزيارتك لمعرض الكتاب، جيتنا بكتاب اليوم حسنين. والله اليوم هو إمضاء الدكتور حكيم بن حمود. أيوة الوزير السابق. الوزير السابق إمضاء كتابه الجديد الثورة الأخرى خواطر حول الشأن الثقافي بعد الثورة. منشورات تنشر الكتاب هذا بمناسبة معرض الكتاب. واليوم مجموعة يعني مقالات حسنين ولا بارك الله في سيادة في هذا السؤال. هي مجموعة يعني هو قالك خواطر، ما أنا ما نصورهاش مش خواطر الحقيقة ومش لتدريع الخواطر هذه إلا إذا كان قرينا تدريع الخواطر يعني أنه هو يعني يكشفنا بجراحاتنا وبسوءاتنا في الذهنيات والعلاقات وبؤسنا المشترك. هذا جميل. ممكن يعني يدل على خواطر من هذه النهاية. أما هو حكيم بن حمود أو الغريب هو رجل اقتصاد. أيوة. ورجل مال وخبير دولي راهو يعني معنى دولي يعني في إفريقيا وفي البرغة. ولكن عنده اهتمامات ثقافية صميمة ثقافية يهتم بمفاصل الذهنية العربية وإنتاجاتها وما هي تحولات تعرف يعني أنا نقرأ أنا كنت نقرأ من بكري من رياليتي وكذا كذا يكتب بالسوري بالعربي ويكتب على رموز الثقافة العربية الحديثة يهتم كثيرا بالحداثة يكتب على دونيس يكتب على محمد عبد الجابر يكتب على أكون يكتب على غيرهم. وهنا في الكتاب نتاعو من ضمن يعني المقالات هي المقالات لو الكتاب الكبار قبل سيدي عبد القادر الكيلاني وغيره وغيره كانوا حين يؤلفون كتبهم الضخمة يؤلفون فصول كأنها مقالات بالضبط يعني منفصلة منفصلة ومتحدة في ذات الحين. عاد سيدي خالد هذا كتاب ننصحك به لأنه فيه برشا مقالات يمكن ميثود كيما نتاع اللي نخدم به انا اسمع فيه برشا مقالات يعني يخرج منها من الثقافة العادية معنى تعريف الثقافة العادية الى ثقافة الجماهيرية ثقافة مثلا الكورة يكتب يعني معنى على الكورة مثلا
فوالا يعني هذا كيفاش يقول هو كرة قدم بين خجل المثقف وله الشعب. وكتب أيضا مقال آخر كأس العالم وذكريات علاقة السياسة بكرة القدم. فضلا عن مواضيع أخرى عن نعوم تشومسكي ويحكي على العطلة والإجازة من ضجر الأرستقراطية إلى السياسة. يعني مواضيع حقيقة يعني جديرة أنا ما لقيتوش. صادر على دار نحن زاد. صادر على دار نحن وشريته مع زينب هاو بالفاتورة. شريته حسن. للعربي. شنو شريته؟ شريته ولا شريته؟ خلصت. خلصت ورحمة باب أمام عملتي تخفيف. ها أيوة ترى أيوة. خلي ثبت بنت وذية بنت ايه. بنتك عملتك تخفيض ايه. ايه. خدمة ايه. هو بثلاثين دينار حسب طوله باربعة وعشرين ودفعت عشر عشرة تسبق قلت له أربعة عشر طول سامو فيه ممتاز اللقطة ذي تحاول وثائق ثبت وكل فكرتني محيسي دكتور حكيم بن حمودة وهو شد وزير مالية في وقت الثورة في فترة مهدي جمعة وربي كثر من أمثاله أنا سلمت عليه وقلت له أنت يا رجل من صلاح البلاد. شكرا لك حسنين كنا حاضرين اليوم خميسي أيوة بعت لي صورة وتوقيع الكتاب التوقيع وكان معناها حفل جيد وممتاز كان عضو فريق الدوامة باسل الترجمان حاضر أيضا وسعيد حاضر بقوة فريق الدوامة في المعرض التصويرة وقال يبعثها لصديق محمد الخماسي أيوة بالوقت جميل. يا أخي أرسلناها لك معناها الصورة وكان حفل بهيج في دار نحن للإبداع والنشر والتوزيع هذه الدار التي تشق خطاها بثبات وتحقق نجاحات حقيقية وتجمع اليوم بين الكتاب الكبار الأسماء المعروفة وبين الكتاب الشباب اللي قاعدين وضع الكتاب وضع الكتاب خارق العادة شوف ونجاحات متاع دار نحن تخلينا نحكيه على النجاح متاع الباحثة التونسية في معهد باستور ريج المسعدي اللي فازت في جنيف في سويسرا معناها مؤخرا بالميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراعات اخترعت دواء جديد للأمراض العيون معناها مخترع من خارق العادة معناها حاز بإعجاب كبير لدى الأوساط الدولية وأريج هي خريجة التعليم العمومي التونسي هذه نقطة إيجابية نفتخروا بها وحييك ماجد إنك كنت جي معاك حاجة به إيجابية من أكيد. تونس وإلى تونس يلزمنا شوية موجات إيجابية خارق العادة خارق العادة كما عنا الفريق متاع الروبوات الشبان المختصين في إنتاج الروبوات فازوا مؤخرا زاد بجائزة جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية مش نحكي على الفريق الآخر متاع حفوز تم فريق جديد زوز جوائز فهمتني النجاحات العلمية التونسية ممتاز. كبيرة لكن للأسف مش قاعدة تحظى بتغطية إعلامية كافية الإعلام قاعد مقصري. يحكي عموما مقصري. على الأزمة الاقتصادية وعلى كذا حتى نحن مقصري حتى نحن في البرنامج نقول نحن على البرنامج مقصرين فهو حيك سي ماجد البرهومي أنا كل مرة تلفت النظر لهذا أي نكمل معاكم في فقرة المواضيع اللي حضرتوهم سي العربي سنقري هو والله أحسن حاجة كي نجبدوا فما ناس زمنا يتلفتوا لهم ونجبدوا لهم يعني يومكم في آخر نجد وكان في اللي قريبنا أنا مهرجان التراث ببيجة لكن هو الانطلاقة متاعه باش تكون من قبلات نهار 12 ماي خارق العادة يعني أنا نقول استدعاونا شخصيا وسيد معتمد قبلات والحرس اللي موجود غادي قاعدين يحضروا في تحذير كبير للفرحة الكبيرة اللي موجودة بمنديد قبلات صغيرة شكرا أنا نقول السيد معتمد قبلات السيد نوفل النفسي وما فيهم حاجة يحبوا حتى يشجعوا الناس نهارتها لأنه مدينة قبلات مشهورة يعني بتربية العلوش يعني نهارتها العلوش في قبلات جميع الناس اللي تبيع في العلوش يكون الكيلو الحم ب 25 دينار خارق العادة جميل ليش موخروش نهار العيد هذا قبل العيد بجمعة أي سيدي هما يعطيهم الصحة لكل أي سيدي نتعديه نحكيه شوية أخبارنا نقعدوا مع معرض الكتاب المفاجأة السارة اليوم مشيت معرض الكتاب ما شاء الله الحضور كبير فما برشا ناس برشا عائلات برشا فئات عمرية مختلفة ريت تلام ريت المشتريات قليلة المشتريات قليلة آخر أسبوع محمد في وصل أسبوع كان الحضور ضعيف جدا أما اليوم ما شاء الله مشيتنا الدورة بالضعف هذاك بالحق باهي من بين ضيوف هذا باش نرجعوا القدره الشرائيه نتاع المواطن التونسي مهمه صحيح في الاطار هذا من بين اهم الضيوف اللي كانوا موجودين سنه محمود الحسنات هذا الداعيه اللي حكينا عليه وحضوره هنا باش كوش استدعاه
لازم تشوف لي سيدي محمد، لازم نثبته، لانه الدعوات هذه اللي نتاع مرض الكتاب راه فيها فلوس. الدوله التونسيه الفالسه تصرف فلوس من اجل ان تستضيف لك كي نستدعاو، هي يعطوه تذكره الطياره ويعطوه الميتيل والمصروف، وذي كان لزم، ذي كان معناها احيانا يعطوه شويه ارجون بوش باهي، ما هديه تكون باهيه وكل على كل على كل. كان قول لنا يا اخي شكون يستدعوا هذول العباقره، نحب نعرفوهم. هاو استدعاو، هم استدعاوك انت يا سي حسن؟ قلنا وقتها يا ودي انا ما نحبهمش يستدعوا. اي ما استدعاو الداعي محمود الحسني. لا لا الحمد لله على كل حال هو داعي وذي الدعوه. هاي باش تسمعوا نجاحات كبيره كانت الكتاب نتاعو سولد اوت يعني، وفي كتابه من الايامات الاولى. ريت حاجات من بعد نرجع نحكي عليهم مع الشيخ محمود الحسنات، لكن باش تسمعوا يحكي على تونس وعلى الاقبال على كتابه. نسمعوا شنو باش يقول الكتاب هو لله نمضي. نسمعوا مع بعضنا محمود الحسنات شنو يحكي. حتى الآن الذي نفدت منه الكتب تونس، يعني يقول لك بعض الناس يقول لك أهل تونس بعيدين عن الدين لا لا يا أخي لا. المعرض الوحيد، ها شوف يا أحباب، شوف المعرض الوحيد الذي نفدت منه الكتب قبل انتهاء حفل التوقيع بيوم أو يومين، تونس يا جماعة، تونس نفدت جميع الكتب، والله لم أجد نسخة واحدة أوقع عليها، ومئات الناس حضروا ولم يجدوا كتاب. سيماج البرهومي شنو رأيك؟ يقول لك يومين قبل حتى ما نحضر للتوقيع الكتاب نتاعي، وفيه يقول لك الناس اللي يقولوا على تونس بعد على الدين شوية لها كتابي وخرج وتباع وإقبال كبير وعبيد طالب الكتاب. هذه معناها شهادة بطبيعة الحال، معناها من طرف محايد أجنبي جاء وشاف بعينيه، ما اعتمدش القوالب الجاهزة اللي تعتمدها بعض الدول العربية بالسماع، لأنه في وقت ما تم تشويه تونس لعديد الأشياء معناها المعروفة عبر يتقال بعاد على الدين التونسي، يتقال برشا، حتى جيرانك يقولك فطارين رمضان، رغم اللي هما عندهم الإفطار الجماعي اللي جاهروا به تحديا للسلطة اللي مش عنا احنا، فهمتني؟ ثم ألا غالب بعض الشعوب تحب ترمي أمراضها وعقدها على الشعب التونسي في محاولة للتصعيد. أيوة. فهمتني؟ تونس نعاود ونأكد هذه معقل المذهب المالكي، انتشر منها المذهب المالكي في القيروان، الإمام مالك كتب الموطأ ومشى على روحه، الإمام صحنون بن سعيد إمام القيروان هو اللي طور المذهب، ومن القيروان انتشر المذهب المالكي في شمال أفريقيا وفي أفريقيا جنوب الصحراء، ومن تونس نشأت جامعة الزيتونة، أقدم جامعة في العالم، تخرج منها أقطاب في العالم، تخرج منها أقطاب العلماء، درسوا فيها، درس فيها ابن خلدون، علماء كبار، ابن باديس الجزائري وغيره وغيره وغيره، حتى رئيس الجزائري بومدين وقراف في الزيتونة وغيره، صح. فهمتني؟ فأعتقد أن تونس هي منارة الإسلام في منطقتها، شاء من شاء وأبى من أبى، هذا التاريخ وهذا الحاضر، والمدرسة التونسية مدرسة تقدمية اجتهادية حتى لنوصلنا لفترة الفاضل بن عاشور والطاهر بن عاشور، وكانت عندهم اجتهادات فقهية في علم المقاصد وغيره. فالإقبال على كتاب الإقبال هذا دليل، إقبال الشيخ والداعية، بحث هذا على دليل أن التدين، التدين هو باطني عند التونسي في القلب، ماهوش ظاهري للمتاجرة وللرياء وللكذب. تطلع في طائرة في دولة عربية تلقاهم الكل متغطين، بمجرد نزولك في مطار معين تتلفت تلقى لباس آخر لا علاقة له بالإقلاع، فهمتني؟ عشت وهذا مش عشت وشفته في عديد العواصم العربية. حسيت محمد عندك فوبيا منها اللقطة ذي، شفته وهي صدمة في مصر، صدمة تقول كأنك في لا كأنك في دولة أخرى، مش من الدولة بيدها اللي خرجت منها، هما هبطوا في مصر في تونس كلنا هبطنا في مصر، ما عندناش النفاق يا محمد، احنا كل شيء بالمكشوف وظاهر لا نداري، وليست لدينا عقد نفسية وليس للرياء كما قلت، وليس للرياء، ماناش نستعرضوا في على قريعة التاريخ إيمان. وانت خالد عندك اشكال مع الناس اللي نسألهم ساعات في الميكرو تروتوار اللي في الشارع، نسألهم على الدين وكل الإجابات كيفاش تكون؟ إجابات تكون كارثية. شكون هذوك؟ ها؟ بالحق إجابات كارثية. شكون؟ يختاروا فيهم قصدا باش يشوهوا صورة تونس. قصد. قصدا وقاعدين يشوهوا في صورة تونس في الخارج، وقاعدين يحكيوا على أشياء اللي موجودة في الدول العربية الأخرى راهو الكل بدون استثناء، لكن في تونس يتم تضخيمها، وثم آلات معينة في بعض الدول تسعى لتضخيم المسألة أكثر من اللزوم. واضح خالد. تونس علاش محمد عندنا إيمان كبير تو كيما حسن ولا العربي ولا أنا تربينا تعدينا على الكتاب يا محمد ماجد، ليه وماجد تعدينا على الكتاب، معبين 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 إيمان
ومعبين القران راهو تعدينا على الكتاب صح صح انا بدي تعدينا وهو الايمان راهو رب يقول افي انفسكم افلا تبصرون راهو الايمان الداخل هنا. قبل ما نعطي الكلمه لحسن بن عثمان ناخذ رايك العربي سنقري في الموضوع اليوم دعايه وشيخ يجي لي امضاء كتاب تو نحكي بعد على بعض المشاهد اللي ريتهم في فيديوهات مع الشيخ هذا الداعيه محمود الحسنيت يقول لك اللي يتقال انه الشعب التونسي بعيد على الدين وبعيد على الاسلام ها هو التونسة اول معرض يوفى في الكتاب نتاعي هو كلامه صحيح 100% لاني نقول لك حاجه انا في 2011 عمري 40 سنه في العمر هذاك عرفت اللي انا مانيش في دين الاسلام لانه بعد من بعد 2011 حسب ما يحكي وانا مش مسلم الناس اللي نسمعوا فيهم في التلفز مانيش لا عندي تعليق بالاسلام ولا نشهد ولا نوحد ولا نعرف حتى شيء اسلام جديد كاين فهمتش ال 40 سنه كنت رقت بعد فقت بعد 40 سنه ما عندناش اسلام في تونس كلامه صحيح يتبع وخاطر انا نحن الناس كيما قال لك قرينا في الكتاب ومسلمين ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله ونعيدوا ونعملوا العيد نتاعنا ونعملوا نقراوا الفاتحه وكي نعرس ونكتبوا صديق نقراوا الفاتحه وكي يموت لنا واحد نقراوا الفاتحه يعني عايشين بالطرق اللي ربينا فيها جداد ما فهمتش انا من 2011 جات ناس بعث اللي هما جنون في الاسلام ونحن ما عندنا حتى علاقه بالاسلام لكن الاقل كلامه صحيح ونحن بلد مسلم والناس الكل مسلمين وما عندك حتى شك حد ما يزايد في الاسلام تاعنا حسنين رايك في الموضوع وسمعت تقريبا المجموعه الكل والبلاتو على راسهم السيد مجد البرهومي شنو موقفه ورايه قال لك فما شكون يشكك في اسلامنا ولا في قربنا للدين يشكك ايوه اولا يعني سيدي محمد نرجو الكلام السيد هذا سي محمود حسنات ونحب نهتم به نهتم بيه نشوف الكتيبة اللي متاعوا لله نمضي كتاب واسم لله نمضي الآن نمضي أنا لله 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 الرب لله نمضي أي. أي. إن شاء الله أيوة ما لوين حم نمضي عنا مهرب نحن اسم كتاب أيوة ذاك هو تنشوف هو السيد ذاك خل عليه الكتاب طبعا ضروري ضروري انت حل من ناحيتك على الكتاب وانا حل من ناحيتي قد جاء خذا بالشيء ونحب نقول يعني باش يظل الامور واضحه اللهم لا حسد ايوه يعني معناها السيد هذا الله اعلم قد جاب من نسخه يعني وحطهم في المعرض والنسخ هذا يعني نفذوا او نفذوا نهارين قبل حتى ما يجي نهارين قبل ما يتفضل الاستاذ بحذانا بارك الله فيه تكلم عن تونس وعلى الدين في تونس او يعني نسبه التدين عند التوانس من خلال كتاب ما عادش انا اللي سمعناه هو يحكي انه التوانسه تبارك الله عليهم متدينين وخارقين العاده وبارك الله فيه وانا الشهادات هذه احتفظ بها احتفظ بها اكاهو ما تعني لي حد شيء ما تعتزش بها ماشي انا اعتز بها انا نستنى في سيدي محمود الحسنات باش يشهد فيها داعيه داعيه على روحه بارك الله فيه وربي ان شاء الله يوفقه ويوفقنا جميعا للحق انما اخي تونا ايش بين جديد انا راني معناها عجوز وقريب يعني ادفن ان شاء الله اسمعني عايش خويا اي كمل لي ماني نعرف انا الدعاء تبي نعرفهم يعيش خويا اسمعني نحن مش عارفينهم تسعة توا المعنى نحكي لك على حادثه وقعت 2009 حين كانت القيروان عاصمه الثقافه الاسلاميه جميل اخي مش شو اسمه هذاك اللي الله يرحمه القرضاوي يوسف القرضاوي خي مش جاي النظام بن علي وقال وشهد فيه قال النظام مسلم وتعاركين ساعتها مع الاخوان جاي واعطانا يعني شهاده وقال لي نحن مسلمين نحن نستنى شكون يطهرنا من جديد عمل ذريبات شكون يختلنا من جديد يثبت فينا مسلم ولي مش مسلم قال لي يقول لي مسلم يقول له جات هنا نمشوا الخلوه تاع الصناديق بين شيء مسلم هذا الروايق هذا كانوا مطعون في اسلامنا نحن اسمعني والقرضاوي هذا سبق قبل ما يجي لتونس كتب كتاب يعني على العلمانيه في تونس كفر فيه هنا كفر فيه الشاعر ولد احمد واولاد احمد او الله يرحمه ينعمه قدم قضيه عن طريق لازم العكرم بيوسف القرضاوي ايه بيوسف القرضاوي يعني هالشيوخ والدعاه هذه نعرفوهم وعندنا تجربه لكن المأساة انه في سمعه تونس متدنيه في مساله يعني الدين او المحافظه على الاخلاق او شيء من هذا القبيل هي الاخوانجيه نشروا دعايه في العالم كله انه دوله بورقيبه وابناء بورقيبه وبنات بورقيبه اسمعني هم هذولا يعومون ويغطسون في الخلاعه وفي الرذيله وعندهم البغاء علني هم سكروها البغاء العلني توا تعالى الزرقون أيوة. الله يرحم البغاء فهمتي العلني رغم اللي قال لهم محمد طالب يفكروا شويه في مانيش حمل نقول لك ايش قال لهم خليه محمد طالب خليه يعني بحيث نحن فما ناس وصلونا اما كما قال لك بلي مجد البرومي راهي تونس هذه جامعه الزيتون تعرف ايش معنى جامعه الزيتون يعني تونس يعني كانت
وما زالت ربما وما زالت أعلى ما أقول يعني هي يعني مصنع أو منتج منتج يعني فعال فعال نووي للأفكار الإسلامية ومن تونس تونس, تونس دائما وأبدا كانت هكذا عبر تاريخها. أي لماذا يسوق كما قال ماجد البرهومي ولا يقع التشكيل؟ ثم ناس قلت لك مننا نحن مش من العرب أتوانسة مننا أتوانسة وكان تحب نسميه لك الهادي بريك وغيره وغيره يعيش في وكل اللي كانوا يعيش في يعيشوا البرة يعيشوا في البلدان الاسكندنافية ويقولوا تونس بعيدة عن الإسلام شمال أوروبا ويقولوا تونس مش بعيد عن الإسلام كفار من أسقط القوم كفار لا أخلاق لهم انساهم على رجالهم انساهم أقرب إلى الديار ورجالهم كذا يعني دمرونا سمعتنا مكتوب هذا كتابات موجودة به خلنا نأخذ هو الكيسات مع إيه بالغيب ثم نرجع نحكي على كلام وحضور للسيد رفيق عبد السلام في قناة الزيتونة نسمع هو الكيسات ورجعين. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخماسي على إيفان أحلى غدو إيفان على راديو. مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم حديثنا كان على الشيخ الداعية محمود الحسنات اللي كان في تونس بمناسبة معرض الكتاب. سمعني أحكي على تونس على نفاذ الكتب متاعه وكتابه قال تونس أول الدول اللي يوفى فيها كتابي نهارين قبل حتى ما نمضي عليه. لكن المفارقة والحاجات الغريبة اللي ريتهم وفما فيديوهات موجودين فما يعني ما نعرفش أنا قارئة معجبة بالشيخ الداعية محمود الحسنات ولا شنو كي ما لقاتش كتابه هزت له المصحف كتاب القرآن ومدت له ستيلو قتله صحح لي عمل لي الإمضاء على المصحف كيفيق اللي هو مصحف رفض قال لها ليه ما نمضي شيء قال لها ليه اثنين ريت ربي فما واحد خيادي نهضوي لعله سمير ديلو وانا ايه؟ قالينا في التلفزة ايه؟ وجاي قال خذيت كتاب مصحف من القرآن ايوة ما جايبه من فلسطين قال اعطاهوله اسماعيل هنية هدية ويوري هنية ايه؟ ايه؟ وقال راه دهوله ايوة دهوله كتب اسماعيل هنية على المصحف على المصحف يهدي فيه للقيادي هذا يعني كأنه اسماعيل هنية هو صاحب الكتاب هو الرب المقدس الذي أصدر هذا الكتاب. استغفر الله العظيم يا لطيف لا في ناس راه بارك الله في حسنات هذا حسن ارفض باش يوم اثنين فما شكون قال له قميصك يا سيدي كي ما خلتنيش كان نجم ناخذ القميص سي العربي سنقري قميص يا حسنين 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 سواريز ولا يعجبكش تو تو واحد يطلب يعطي الداعية متاع سلام يعطي القميص نتاعو تي ما احنا مخلطوا في كل شيء نعطيك ما تعرف زيد وقول له اعطيني بلاي كان فيك كم اذا قول له اعطيني كسروال بلية تعرف في اللي تعرف يقول له على اصل عام عندي دورة خلينا نلعب في اصل عام حل اذا عندك ليه ما كتب تسمع الذكر والحاضر لا تعرف لو فما اسمع معناها ولينا نخلطوا في كل شيء ايوه فهمتني معناها الكورة على الدين على راس العام على الحضرة على معناها ما تفهم شيء اما حاجة محمد كان جاي كاتب تونسي راه ما عملولوش هك بالحق هم كتب لا 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 ايش يقول لك فما حاجة مطربة الحي لا تطرب ايوه هو مش مشكلة هم كتب ماجد لا لا بالحق ايش يقول لك كان جاي تونسي في النيفو هذاك نحن كي قنديل باب نار مرة أخرى قلتها لك بالمقلوب عنا التوانسة بالحق يقلهوا ناس ويضخموا عنا كتابة نات وانسة يزم تعطيهم حقهم به نغرقك ولا نمنعك اختار سيبو قلت لك كان جاي عنا كتاب في المستوى هذاك معناه أحسن وماجد أقل من سي حسن لا 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 نحكي لك كتاب أنا ما نعرفش القاني المستوى بتاع الكتاب أنا سحبت في الموضوع هذا بتاع الكتاب خليتهم للحسنات وخليتهم والله الحسنات هذا سي محمود الحسنات قسما بالله عنا كتاب في تونس ما عارفين واخذين جوائز انا عندي يقين ان محمد حسنات انزى منهم واعمق منهم وخير منهم راه عندنا اوباش في الكتاب عرفوه باليوتيوب حسنات شعبيته كبيره على الديجيتال عندنا نحن اوباش عنده مسمع زعما تكلم فارق الاوباش اللي هذوما تقول لهم ان شاء الله يوتيوب عليكم حسنين لا ما يوتيوب يخليهم انا قلت لك انسحبت من الموضوع هذا من حكايه الروايه هاي. وخليتها للاوباش باش نهزك للسياسه بعد على الروايه نهزك للسياسه نحكي وعلى حضور لرفيق عبد السلام في قناه الزيتونه نسمعوه شنو قال ثم ناخذ رايكم في البلاتو يلا اعطينا رفيق عبد السلام. قيس سعيد في نهايه المطاف هو قوس عابر ماهوش مش يكون اكثر يعني جبروت واكثر قوه من بن علي او من بورقيبه قبله يعني بشرعيته السياسيه والتاريخيه ومعناه شرعيه التحرير والاستقلال تبارك قيس سعيد وبالتالي المرحله هذه لن تدوم طويلا حركه النهضه يعني ثابته في موقعها كشان كل الاحزاب المقاومه لهذا الانقلاب طبيعي جدا لست في نزهه سياحيه الان
أنت تمر بأوضاع استثنائية، والنهضة ما هيش تنظيم في نهاية المطاف. الذي صنع النهضة ما هوش الأوعية التنظيمية، صنعت النهضة هي الفكرة، ولذلك لابد من الثبات على الفكرة الأساسية اللي قامت عليها النهضة، فكرة العمل السلمي المدني الديمقراطي والمراهنة على الشعب، يعني مزيد من الالتصاق بالشعب، وتقديري أن حالة الاستفاقة الشعبية تتسع يوم بعد يوم. الناس اللي خدروهم في اليوم 25 وبعد 25 بدأت تستفيق، يتبين لها يوم بعد يوم أنه قيس سعيد هو كذبة كبيرة، وأنه لا فما أمن ولا استقرار ولا رخاء اقتصادي. تونس كانت تتواجه صعوبات اقتصادية اجتماعية مع شيء من الصعوبات السياسية اللي قيس سعيد كان طرف رئيسي فيها، لأن يعني الرجل يعني اشتغل بخلفية الاستثمار في الأزمات، استثمار في الأزمة الصحية، الأزمة الاقتصادية، الأزمة المالية. الآن انتقلت تونس من الأزمة إلى الكارثة. تونس انتقلت من الأزمة إلى الكارثة. قيس سعيد رجل الاستثمار في الأزمات. مجد البرهومي، نبدأ معاك، واني أخو رأيك في الكلام اللي كنت تسمع فيه. أنا مستغرب معناها من اعتراف رفيق عبد السلام بالشرعية التحريرية والنضالية متاع الزعيم الحبيب بورقيبة والتاريخية زد. معنى هذا كلام غريب، تو بورقيبة ما حليها الدنيا كيفاش تتبدل، كيفاش اعتراف معناها ربما مش شاعر بيه، مش في كامل تركيزه هو يحكي على بورقيبة بالطريقة هذه، وكان تركيزه موجه إلى إطلاق السهام على قيس سعيد أكثر منه معناها على بورقيبة. لذلك معناها النطق حقا فيما يتعلق بالزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله عن غير قصد، عن غير قصد أنا متأكد. أيوة. من رفضوا الترحيب رحم على الزعيم بورقيبة يوم وفاته لا اعتقدوا انهم سيتحدثون عليه خيرا بقصد معناها، ويقومون بمراجعات كما قام بها عرفهم وسيدهم رجب طيب أردوغان الذي لا يترك مكتبا دون وضع صورة مصطفى كمال أتاتورك في مصالحة مع الدولة الوطنية وفي الرئاسة، حتى في مكتبه في الحزب موجودة صورة مصطفى كمال أتاتورك، معناها عملوا مصالحة مع الذاتية امتاحهم الوطنية. فيما يتعلق بقيس سعيد هو خصم سياسي بطبيعة الحال، أن يصدر منه مثل هكذا رأي يريد إزاحة قيس سعيد ليحل محله لا أكثر ولا أقل. هذا هو رأيه. اللي كانوا مخدرين، اللي كانوا مخدرين في يوم 25 وبعد 25 بدأوا يفيقوا. إلى حد ما نشوف مش مخدرين. نرجع له بعد الأخبار. ثم أيه. نرجع له بعد الأخبار بأكثر وقت نكملوا نحكيه أيضا كرة قدم، الدربي وأجواء الدربي بذكريات بعد الدربي. بعد الدربي هذا موضوع مهم. باش نرجعوا لهذا بعد الأخبار ومعه الدربي ومعه برشا معطيات أخرين في ساعتنا الثانية. تحية للسيد مهدي براذية اللي موجود معنا ويتابع فينا. ناخذوا فصل صغير وراجعين. مازلتوا تسمعوا في الدوامة بلوس محمد الخميسي حتى لسبعة متاع العشية على إيفام أحلى غاديو.